السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني، بقالي كام يوم ما نزلتش ولا فيديو لحد دلوقتي. معلش اعذروني، كنت تعبانة والله، كان عندي دور برد جامد. وحشتوني قوي والله حبايبي. المهم، صلي على النبي ونسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انا كنت ممتنعة عنكم ليه؟ عشان انا كنت تعبانة والله، فعلا كان عندي دور جامد. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم قبل كده، انا هفاجئكم بايه بالعشش بعد كده ان شاء الله، هنظبطها كده بقى وايه، ونعليها مع بعضنا، عشان انتوا عارفين العشش ما كانتش تصلح للفراخ خالص. بصوا يا جماعه المنظر، بصوا الكراكيب قد ايه، بصوا المنظر، بصوا انا عايزه اوريكم، بصوا الاوض، بصوا من جوه عامله ازاي، اللي كانت السيراميك بتاعها يجيب النفس. بس طبعا هنرجع ننظف ده كله باذن الله، ونظبطها مع بعضنا، ونخلص السطح ان شاء الله احسن من الاول بامر الله. طبعا الفراخ دي بقى يا جماعه لسه النهارده مطلعاها، كانت تحت حطاها في الممر بتاع البيت في الجنب كده، كانت عامله لي قلق ومبهدله الدنيا بصراحه تحت. المهم النهارده طلعتهم بقى، تخيلوا لما طلعهم ثلاث ادوار على السلم شحططوني. عارفين يعني ايه شحططوني؟ المهم طلعتهم بخير وسلام، قلت بقى عشان ايه الشمس حلوه ليهم تحت، تحت البلاط ساقع جدا، بس فوق هنا بلاط برضو، بس الشمسايه مدفيه المكان. طبعا اللهم صل على النبي، عايزه اوريكم بقى الاوض يا حبايب قلبي كده واصورها معاكم. تعالوا مع بعضنا كده بقى نشوف المنظر. اللهم صل على النبي، بصوا علينا قد ايه، بصوا الاوضه، عايزه اوريكم الاوضه بقت علوه قد ايه. بصوا الاوضه يا حبايبي كانت لحد فين الاول، كانت لحد هنا كده بالظبط، لحد ما اشاور لكم كده بايدي، لحد المكان ده كده اهو، كانت يعني تيجي مثلا يجي اكتر من متر بينها وبين الارض. بصوا احنا علينا قد ايه بقى، اللهم صل على النبي، وركبنا شباك اهو، ركبنا لها شباك، وعملنا طبعا الاوضه الثانيه زيها اهو. مش عارفه باينه لكم اول ليله عشان الشمس ايه مخيلاني في التليفون. اللهم صل على النبي. ودي ثالث اوضه، اللي هي الاوضه الصغيره اللي انا كنت عاملاها ايه، بحضن فيها، اللي كانت راقده فيها البطه دي، ما رضيتش اعلي الباب بتاعها، خليت الباب بتاعها صغير زي ما هو، عشان دي اوضه صغيره، مش هكلف نفسي واشتري لها باب عشان دي صغيره للتحضين. وعملت لها الشباك ده، بصوا بقى قلت لها الشباك ده، بقت الاوضه بصوا جميله، عليت وبقت حلوه للطيور، ده في الطيور، بس لسه ايه هنسقف ان شاء الله السقف بتاعهم ونظبطهم. ده طبعا ايه الاوضه الثانيه اهي، مطرح ما البالنا كان شغال برده، الطوب والحاجه لسه ما البرميل والحاجه اللي كان بيقف عليها، العلو اللي علاه يعني. طبعا الفراخ هتموت من الجوع اهي، بصوا مطلع لهم اكل لسه، هحط لهم ياكلوا ويشربوا. هوريكم طبعا الاوضه الثالثه، عشان هم لو سبتهم هيبهدلوا الدشيشه وهيوقعوها، مش هيسيبوها. تعالى اوريكم الاوضه الثالثه بقى كده مع بعضين. اللهم صل على النبي، بصوا الاوضه بقت جميله، جميله جدا، وفيها الشباك اهو من جوه زي ما وريته لكم. وطبعا علت بقت يعني بينها وبين البرجله ايه حاجات بسيطه قوي كده، ايه ممكن الطيور تتحبس فيها كمان، ما نطلعهاش كتير عشان الجو برد، وبعدين هيبقى فيها ايه تنفس اكتر. الثانيه كانت مكتومه وكانت في دخن الطيور في الحر، وكان الصعب في التنظيف جدا. المهم ايه ده اللي خلاني غبت عنكم، ده السبب الاساسي وعيايا والله برضو ربنا، اللي يعني كنت اصور معاكم من يوم ما فضيتها، بس ما قدرتش خالص بصراحه ربنا. هو الفيديو بتاع البطه اللي انا صورته وما كنتش نزلته، ده نزلته بعد ايه ما بدات اخد نفسي واخف شويه. المهم تصلوا على النبي وتحطوا لنا لايك حلو بقى كده، وتعالوا ناكلهم عشان هم مش هيسكتوا، هيموتوا من الجوع بصراحه. البرد مخليني مش قادره والله بتكلم بالعافيه، بس الطيور ما ينفعش نسيبها، لازم نطلع ونخلي بالنا منهم ونأكل. المهم اللهم صل على النبي، حطيت لهم حبات ينقنقوا فيها على البس ما ايه ابقى ازود لهم الاكل وكده. انا عايزه اروق لهم مكان في اي اوضه منهم ويبيتوا فيها، يا اما هبيتهم كده ايه لحد بس ما نسقف العشش من فوق، وان شاء الله هظبط لهم الدنيا بامر الله. المهم حبايب قلبي ما تنسوش في اللايك الجميل بتاعكم، ودعواتكم الجميله وتعليقاتكم اللي احلى واحلى، ربنا يخليكم ليا ويدوكم يا رب في ايه في حياتي على طول كده. دعواتكم وسؤالكم عليا دايما يا حبايبي، والله الفيديو بتاع البطه جات لي تعليقات عليه ما شاء الله كتير قوي. اللهم صل على النبي، هي طلعت البيت كله وانا صورته معاكم، بس بصراحه ربنا يعني صورته في المره دي كنت تعبانه جدا، وكنا بقى هنبدا نفضي العشش وكده، فكنت عملته ايه بسرعه بسرعه بايه بكروته يعني. المهم ايه تصلوا على النبي وتحطوا لنا اللايك يا حبايب قلبي، وهناكلهم النهارده. انا حطيت لهم بصراحه ايه دوره، هو ده الموجود عندي النهارده، عشان مش فاضيه ايه بصراحه، مفيش اكل بيت ومفيش والعيش قليل، فقلت ايه اختصر الموضوع واكلهم النهارده دوره كده ايه، ونمشيها مع بعضنا. الدوره ارحم من العلف مهما كان والله يا جماعه. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي، هم برضه تحت قبل ما اطلع دلوقتي، انا بحط لهم الايام دي يعني بقالي فتره كده، بحط حبه ذره على حبه العلاقة تحت الحمام دي مشكله. اللهم صل على النبي، انتاج البيت حلو برضه، زاد ما قلش يعني ما شاء الله، زاد عن الاول كمان بكتير.
فبسم الله ما شاء الله، يعني حبيت النهارده اصور معاكم بس العيش عشان اوريكم ايه احنا وصلنا لحد فين. اهي بصوا يا حبايبي بقت جميله جدا، اللهم صل على النبي. اهي الاوض اللي العيشه القديمه كانت خانقاني، ما كنتش بعرف انضفها، وكانت طبعا بتتعب الطيور عشان قله التنظيف، كنت بنضف كل كام يوم. انتوا بتشوفوني كنت بنضف ازاي، بجيبها على الارض واعمل بالخرطوم وانضف الدنيا. فطبعا لما تكون الاوض عاليه هخش فيها جوه وانضفها براحتي، فهعرف ايه اتملك فيها كويس، والطيور هتبقى ايه اغلبيه الوقت ايه متدفيه جوه، مش بتطلع كتير على السطح عشان الناس كتيره بتقول لي الطيور على السيراميك غلط ما ينفعش، فجوه بالنسبه لهم هيبقى احسن وافضل. هنحط الشاره طبعا تحت رجليهم، وان شاء الله اللي جاي بامر الله هيبقى احسن واحسن بامر الله. طبعا احنا هناخد نفس الخشب اللي هناك ده يا حبايبي، اللي هو المربعات اللي في الوش هناك دي، هنعمل بيها السقف، بس هنزود بقى ايه، هنزود الخشب اللي هو هناك الطويل ده، هنجيب خشبتين تاني عليه عشان نعملهم السقف، نعمل بيهم السقفيه اللي فوق دي عشان نحط عليهم الخشب المربعات ده، عشان يبقى حاميهم من تحت، يبقوا ايه محملين المربعات دي تبقى محمله، يبقى السقف يبقى على الخشب ده على العروق اللي هي الطويله دي. وبعدين نعمل طبقه اسمنت تحتها، هنشمع الاول ونعمل طبقه اسمنت، هتبقى ان شاء الله حلوه ومش هيجرالها حاجه من المطر يعني وكده. هنحط الاسمنت عشان يحافظ عليها من المطر، يحافظ على الخشب، بس الاول هنحط الخشب ونفرش طبقه مشمع وبعدين طبقه اسمنت، وان شاء الله هتبقى كويسه بامر الله. بصوا بقى الكراكيب، انا عايزه كل دوت ان شاء الله هفرزه بامر الله، عشان عارفين يا حبايبي الكراكيب دي لما جيت اشيلها شفتوا السطح كان نضيف ازاي، لقيت كميه فيران مستخبيه ورا الكراكيب دي، يا نهار ابيض، كل ما نشد حاجه نلاقي فار. والله مش عايزه اقول لكم يجي 10 فيران في اليوم ده لقيناهم، وما طولناش ولا فرد، الفارين صغيرين موتناهم عشان التانيين كبار وبيجروا بسرعه. فبسم الله ما شاء الله في اليوم ده، يعني احنا خدنا يوم من الساعه 6 الصبح هلكنا فكنا الخشب بتاع العشش ونضفناهم، وطبعا طلعنا اسمنت وطلعنا رمله وجلبنا اشتغل لحد بالليل واحنا مفحوتين فحته، يعني ما لم اعلم بقى لربنا. المهم الحمد لله انها عدت على خير. طبعا هم خلصوا الدشيشه اللي انا حاطه لهم، هحط لهم حبه كمان ياكلوهم. طبعا احنا مش هنمحر، هنسيبهم زي ما هم كده، هو بصراحه ربنا مقفلهم كويس، مش مخلي فيهم حاجات مفتحه خالص، هي البيبان بس تركب والسقف يتعمل، وان شاء الله ايه كل حاجه هتبقى تمام. بس انا مستنيه بس ننزل نجيب بابين حتى مستعملين كده نركبهم، عشان يبقوا ايه للطيور، يعني اي بابين قدام، مش لازم بيبان ايه يعني غاليه، اي بابين يركبوا. طبعا هتقولوا لي انت كلفتي نفسك يا مناسمه وكده، بس يا جماعه والله فعلا كده افضل، انا كلفت نفسي شويه بس حاجه هتريحني على طول. الاول كنت تعبانه جدا، ما كنتش بعرف انضف الاوض، ما كنتش، الطيور بصراحه ربنا كانت بتبيع يمانيه، كانت بيجي لها افتراس من الكتمه تحت الاوضه، كانوا بيقعدوا يعضوا ببعض، كانوا يعني عينيهم الرومي كانت عينه بتوجعه بسبب الكتمه اللي جوه في الاوض. الخشب كان فاطس قوي، سقف العشه كان قصير فكان فاطس، كان بيعمل ريحه، فطبعا الغاز بتاع الامونيا بتاع الريحه بتاعت الطيور كان بيطلع على عينيهم، كانت بتخلي عينهم توجعهم. فبصراحه ربنا كنت حاجات الطيور كانت صعبانه عليا جدا، فقلت لا انا اصرف شويه ونتعب شويه احسن ما ايه الحاجه تتضر مننا. ما حدش يا جماعه هيبطل يربي طيور، يعني عشان احنا بنقول العلف غالي مش هنجيب وكده، بس ان شاء الله بامر الله ربنا يكرم يا رب والعلف ينزل ونربي طيور، ولو العلف ما نزلش هنجيب حبه بطه، هنجيب فراخ بلديه، الحاجات دي اللي بتمشي مع ايه مع اكل البيت. ممكن نبطل الابيض، ممكن نبطل الساس، الساس بيبقى برده معمولته زي الابيض، وممكن نجيب كميات قليله خالص نربيها، فما حدش عارف ايه الخير فين. طبعا السطح وحشهم بقى لهم 3 ايام محطوطين تحت، ولا 4 ايام، 3 ايام، فمخنوقين، فما صدقوا يعني طلعوا ايه، بصوا بيستكشفوا الاوض عايزين يقولوا يعني في حاجه غريبه، كانوا الاول بيطيروا يطلعوا فوق العشش من فوق، دلوقتي طبعا ما فيش مفر مش هيطلعوا فوق العشش. طبعا ان شاء الله هحاول اعليهم السور ده كمان كده بس مش دلوقتي، حاجه حاجه بقى باللي هو الشبك دوت، ونلف السور عشان ما فيش حاجه ايه تطير خالص تروح عند الجيران، بس مش دلوقتي. بصوا الكراكيب والمنظر، المنظر بصراحه صعب، صعب جدا. طبعا هما بيروحوا هناك عند الواجهه بتاعت البيت وبيقفوا شويه كده، انا ايه هسيبهم هما يخشوا بيته لوحدهم. الفراخ ما بتحبش الحبسه تحت، كنت حابساهم بقول لكم في الممر على جنب كده، ومحوجزه عليهم بكيس مشمع كبير ربطان من فوق لتحت مغطياهم، فكانوا مخنوقين ومكتومين كتمه سودة، يعني تحت الممر عندي زي الزفت،
بس طبعا ايه هننضف كل حاجه ايه واحده واحده كده مع بعضنا. بس اهم حاجه الم العشش دي واظبطها واعمل السقف والم طيوري كلها فوق والدنيا هتروق باذن الله واحده واحده. كل حاجه يا جماعه ايه بتيجي واحده واحده. ما تنسونيش بقى في تعليقاتكم الجميله، وبشكركم جدا جدا حبايب قلبي كل اللي بيخش قناتي جديد، بشكره جدا جدا، بشكركم على التعليقات الجميله. اهلا بكل اي حد يخش قناتي ايه يشترك فيها جديد، وبشكر حبايبي كلهم اللي سالوا عليا، وكذا حد قال لي يا ام نسمه اتاخرتي ما غبت علينا في الفيديوهات. والله مش بايدي يا جماعه، كان غصب عني والله ربنا اللي يعلم.